الوطنية التنمية البشرية ليست مشروعاً مرحلياً ولا برنامجاً ظرفياً عابراً، وإنما هي ورش مفتوح باستمرار. انتهى كلام جلالة الملك. ترمي إلى معالجة إشكالية الفقر والإقصاء والهشاشة من جذورها في إطار استراتيجية شمولية ترتكز على البعد الترابي التي تضفي بعداً شديداً على الديمقراطية التشاركية في رصد الاختلالات ووضع الأهداف والأولويات وبالورق البرامج والمشاريع وتنفيذها وتتبعها بالنشاة والفعالية التي ورس ملكي منذ 2005 وطلقته في يعني في الكلمة ديالكم يعني المراحل الثلاثة، ونحن الآن في المرحلة الثالثة لهذا المبادرة الوطنية اللي كتواكب يعني كتواكب التنمية ديال المجتمع المغربي وكذلك الحاجيات الآنية ديالنا. فأولا بغينا نوه بالبطولة لكي تدعو البرنامج حاجة كذا اللي يعني كتبع لك باسيون صديق وداخلة مع المسلمين. أستاذة نعمة فتحاوي، نائبة رئيس مجلس جامعي الأكادير، اليوم كنشاركوا في هذا الاحتفال بمرور 16 سنة على انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية المجرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة حفظه الله. هذه المبادرة اللي أعطت واحد النتائج على مرور هذه السنوات، سواء في ما يتعلق بالبنيات وفي التجهيز وفي الطرقات وفي النقل المدرسي وفي توفير واحد المجموعه ديال الامكانيات لتفادي الهدر المدرسي في دور الطالبه في مرافق ديال النساء، ايضا هذا التطور في تنزيل هذه البرامج اللي اصبحت الان موجهه للشباب، موجهه للتعليم الاولي، موجهه للمواكبه والتكوين، ايضا المشاريع المديره للدخل. هذا التطور كله لابد الا ان ننوه به وان ننوه ايضا بالمشرفين المتتبعين له، ولا نخص بالذكر السيد والي جهه سوس ماسا اللي كيشرف مباشره على تنزيل هذه البرامج، وايضا الفريق ديال المبادره الوطنيه، وايضا المنتخبين والجماعات جماعات الترابيه والمجلس الاقليمي وجهه سوس ماسا، الاجماع والتشارك والتعاون على تنزيل هذه البرامج هو الذي اعطاها هذا البريق في جهه سوس ماسا، واعطاها التنوع واعطاها هذه الاستفاده اللي كنلامسوها عند كل الفئات. اذا لابد ان ننوه بهذا المجهود وبهذا النجاح اللي كتعرفوا المبادره في جهه سوس ماسا، واننا ندعو الجميع الى المزيد من الانخراط. شكرا. وحجم هذا القطاع في هذا الاطار اليوم ايضا كجهه اهميه ملي تحدد في الاحتفال بذكرى ديال المبادره الوطنيه عنوان تخصيص الحالات منظومه التربيه والتكوين. بوغنين عيدان، مدير الاقليمي لوزاره التربيه الوطنيه والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أكاديمية دوتانا، أكاديمية سوس ماسا. اليوم واكبتوا معنا الاحتفاء بذكرى ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي كتناسب 18 ماي من كل سنة بدءا من 2015، واللي اليوم الجديد فيها اليوم هو الاحتفاء بهذه الذكرى تحت عنوان حق التعلم في ظل كوفيد 19. ربما هذا العنوان الأهمية ديال القطاع اللي كتحظى بها عند سيدنا في الخطابات الملكية ديالو، واللي كيأكد في جميع الخطابات وفي جميع المناسبات بأن التعليم أولا بأنه هو مسؤولية الجميع. ما معنى مسؤولية الجميع؟ ماشي مسؤولية وزارة التربية الوطنية فقط ولا حتى الحكومة، مسؤولية الدولة كلها، مسؤولية القطاع الخاص، مسؤولية المجتمع المدني، مسؤولية الإعلام، مسؤولية الصحافة إلى غير ذلك. هذا في جميع الخطابات الملكية، وكيقول سيدنا عاوتاني بأن التعليم هو القضية الأولى بعد قضية الوحدة الترابية. فاليوم كيجي المبادرة الوطنية وكنعرفوا القيمة ديالها والوقع ديالها على مستوى الأسر والمجتمع والشباب والمرأة، كيتحدد العنوان ديال التعليم أيضا بمناسبة المبادرة الوطنية. اليوم شنو الجديد؟ التعليم في ظل الكوفيد عرف محطات. السنة الماضية منذ انطلاق لهذه الحالة الوبائية الله يرفعها عنا جميع
بدينا في التعليم عن بعد ديك 3 شهور الاخرى من السنه الماضيه، وعرفنا الاطار والنقاشات اللي دارت حولها وعدم الرضا اللي عبروا عنه وسائل الاعلام الاسر الى غير ذلك، ولكن ما كانش خيار اخر. جات حاله وبائيه اللي اعتبرنا كيف الحاله ديال الحرب كتقتل، فبالتالي ما نبقاش نوقفوا من 40 يدين اللي كان هو التعليم عن بعد. استمرت الحاله الوبائيه هاد السنه، اجتهدت الدوله المغربيه ككل باش ما نقولش غير الوزاره في اتخاذ اولا القرار ديال انطلاق الدراسه في الوقت ديالها المناسب، ولكن ايضا مع مراعاه الحاله والصحه والحياه ديال المواطنين، لانه عندنا حاله وبائيه فتاكه كتقتل وكاننا في حاله حرب، ولكن عندنا التعليم ما يمكنش نبقاو مربعين يدينا. فتم اتخاذ هذا القرار على المستوى الوطني، واللي ما اتخذوه مع الدول المجاوره. راه السنه الدراسيه مرت بواحد الارتباك على مستوى التعليم في مجموعه ديال الدول، ولكن حنا على المستوى الوطني نقولوا بان نجحنا. احنا في نهايه السنه الدراسيه اش كانت؟ كانت جوج ديال السلم، نقولوا بان المقررات الدراسيه ما يمكنش في ظل هذول نقولوا راه سالينا المقررات الدراسه 100% عن جميع المؤسسات، ولكن المؤسسات اللي اشتغلت بالتعليم الحضوري 100% سالت المقررات ديالها. فهمتي؟ كما هو حال جل المؤسسات الخصوصيه اللي اشتغلت بنفس النمط، ولكن اونكرو النسبه العامه كنقولوا كنلقاو بقات واحد النسبه ديال 5% 10% ديال المقرر الدراسي تقريبا، واللي كانت لجان ديال المفتشيه العامه ولجان جهويه اللي دارت تقييم ديال الدراسه خلال هذا الموسم الدراسي، وقفت بانه اولا الاداء كان مميز وكان جيد وفق هذه الحاله الوبائيه، لانه يعني ما كاين شي حاجه ليس بالامكان ابدا مما كان كيف كيقول. دونك حنا في ظل هذه الوضعيه نقولوا نجحنا ها مع بعض الهفوات، كيف قلنا المقرر ما ساليناه، كيف قلنا كيمكن تسالوا على تكافؤ الفرص، ما يمكنش تكلموا على تكافؤ الفرص في ظل هذه الوضعيه. بين اولا كاين تمييز بين المجالات، كاين مجال حضاري، مجال قروي، كاين الخصوصيه ديال المؤسسات، كاين الخصوصيه ديال الاسر، كاين مستوى التفاعل والانخراط ديال الاسر في الوضعيه الاجتماعيه ديالها. فاليوم اشنو المشكل؟ اليوم احنا بصدد تقييم التم دروس ديال وليداتنا الدراسه بصفه عامه في ظل حاله كوفيد، عندنا ايجابيات، اكتشفنا بانه الاساتذه ديالنا انخرطوا بشكل تلقائي.